وعلى صعيد آخر، شهد محلب التوقيع على بروتوكول للتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومؤسسة اسمعونا فيه أمل، حيث تمنح المنظمة للمؤسسة برامج ودورات تدريبية مجانية في كافة مجالات العلوم الإدارية، كما تقدم لها خدمات استشارية لخلق كوادر إدارية مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية والاطلاع بمهامها المجتمعية والتنموية. كما ستقوم المنظمة العربية بتزويد المؤسسة بالخبرات الإدارية والدعم الفني والإداري بكافة أشكاله، بما يمكنها من الانطلاق لتحقيق تنمية حقيقية منشودة. الشبابية التي يقوم عليها شباب هذا البلد لتشمل التنمية في الوطن العربي الكبير. ما قدموا الأخوان والشباب في مؤسسة اسمعونا هو نموذج حقيقة للشباب العربي، وإحنا لذلك يجب أن نمكن الشباب، لأن الشباب هم المستقبل والشباب هم الخير فيهم والحماس والعمل والعطاء. وللأسف أنه في كثير من خططنا وخطابنا السياسية نمجد الشباب ودور الشباب وحتى أحيانا دور المرأة وإلى آخره، ولكن عند التنفيذ يبقى الشباب على دكة الاحتياط. هذا لا يجوز، صحيح؟